لو انا دلوقتي عايز ارفع المشروع دوت على بيم 360 جرو، اجي هنا واقول له جرو وابدا اختار الملفات اللي انا عايزها. تمام، هقول له اد فيو، هقول له مثلا انا عايز السكشن ديت والفريم الفيشن، واقول له اوكي. تمام، هقول له كل دول جلو ات، هيبدأ يرفعهم بحيث ان انا لما افتح الجلو 360 هلاقي يقول لي انت عايز انهي دور، عايز 3 دي، عايز السكاشن ديت، بحيث لو انت في المكتب وزميلك قاعد في الحر في الموقع، انتوا الاتنين تفتحوا نفس الفيو وتبدأوا تشوفوا انتوا الاتنين في نفس الوقت، ولما تعمل زوم على حاجة هو يشوف برضو نفس الزوم، بحيث انتوا عارفين بتراجعوا ايه بالظبط. بيقول لي ان الافيشن ساوس موجود قبل كده، فاقول له ايه اعمل له ابديت، فبيبدا يرفع الملفات اهوت، ابلودنج الافيشن ساوس ابديت. الثري دي ده طبعا هياخد وقت لان في تفاصيل، بعد ما بيترفعوا هلاقيهم يبدأوا يظهروا معايا هنا في المشروع اللي انا اخترته، في هنا في الملفات اهيت. تمام، ممكن تختار مثلا تقول له انا عايز الالفيشن ده بس مش عايز الثري دي، فتفتح عليه على طول. وهتيجي هنا تبدأ تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها، عايز تقيس حاجة معينة، عايز تتأكد من معلومة زي ما انت عايز، ممكن تكون عايز تعمل فيور. كده خلاص هو رفع كل حاجة، فاروح هنا واقول له هات لي هنا الملف دوت. ما عملناش مارك اب ولا مرة قبل كده، فعشان كده لونه باهت، ما عملناش كليشات هنا عملنا. طيب انا هقول له انا دلوقتي عايز ادخل في المشروع دوت، طيب عايز في ايه بالظبط، هنختار الحاجات اللي هي 3D ونبدأ نشتغل عليها. تمام، بيقول لي في ملفات كتير اهيت، اقول له هات لي 3D. او ظهر قدام اهوت، تمام. في اي وقت عملت تحديث في الريفت هاجي هنا واقول له اعمل لي ابديت، يعني هات لي اخر حاجه في موجوده في الموديل 3 دي. تمام، دلوقتي مثلا هقول له احنا عايزين نعمل الكلاشات اهوت، فايند كلاشات، فهقول له انا عايز مثلا الحاجات اللي في الدور دوت الخاصة بكذا مع الحاجة اللي هي في الدور دوت. تمام، وهدي كاش اسم
وليكن مثلا هسميه علي وله فان كلاش، لا كراشات. فهو بيقول لي في حاجات اوبن كلها جديدة، وفي حاجات ممكن تجاهلتها قبل كده. يعني ممكن في كلاش معين مثلا شايف ان هو المفروض يتجاهله، فاقول له تجاهل لي الكلاش دوت. انا دوست عليه فهو عمل لي زوم على الكلاش، ممكن اختار كلاش تاني يبدأ هو يعمل زوم عليه. هو بيقول لي انا ايه الكلاش عبارة عن ايه. طيب ممكن اعمل ابعت ملحوظات لزميلي في الموقع، اقول له خلي بالك في كذا 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 كذا، فيكسد ات مثلا او حلها عن طريق كذا، اعمل اوبن مثلا. تمام، اعلم هنا واقول له ايه سند كده. اول ما يفتح هجيله ان في تنبيه ان في حاجة معينة عايزة تتعمل. تمام، ممكن مثلا نعلم على كذا واحدة ونبعتهم كلهم في نفس الوقت. تمام، او دول اكتب كومنت بحيث لو حد جه بعدية او انا نفسي فتحت بعد كده هقول له مثلا move this 20 سنتي مثلا. انا شايف ان المشكلة دي تتحل عن طريق الموضوع دوت. تمام، والمشاكل في اي وقت هتبقى موجودة. يعني بعد كده ممكن احدث التقرير، ممكن اجي هنا اقول له المشكلة ديت تجاهلها، خلاص انا معتبرها مش مشكلة او المشكلة دي كلوزد، بس انا بقول له تجاهلها عشان في التقرير اللي بعد كده ما مش كل شوية يقول ان دي مشكلة، بقى انا شايف انها مش مشكلة. يعني مثلا شايف هو عمود معماري مع عمود انشائي، فبقول له لا ده دي مش مشكلة، احنا متعودين على كده. تمام، فهو بيقول لي المشاكل الموجودة كذا كذا كذا. تمام، وده هو التقرير. ممكن تبعت بقى التقرير ده لأي حد. تمام، هيستوري انت عايز تشوف التقرير اللي هي قبل كده. الميزة هنا عن النفس وركس ان انت في نفس الوقت بتشوف التقارير، والتقارير بتبقى ابديت بسرعة. ممكن مثلا في اليوم نعمل مثلا 50 تقرير كده ونقعد نصلح واحدة واحدة، بينما في نفس وركس انت بتيجي تعمل تقرير في الاخر وتبعته له بكل المشاكل اللي موجوده. تمام، ممكن تبدا تتحرك بحيث تبقى شايف كل حاجه في المبنى.